لو حبينا نستعرض أهم التخصصات اللي ممكن يدرسها أو قد يدرسها طالب الهندسة الكهربائية أو من الممكن أنه يتخصص في أحد مجالاتها، هي صراحة كثير، ولكن يمكن تلخيصها أو حصرها في عدد من هذه التخصصات، اللي هي أولا التخصص الأم أو التخصص الكبير اللي يجمع جميع التخصصات، وهو أصل الهندسة الكهربائية، اللي هو تخصص الباور أو اللي هي القوى الكهربائية. القوى الكهربائية هو من التخصصات الكبيرة اللي يظهر احتياجه كثيرا، خصوصا في عند بناء المحطات، فمهندسي القوى الكهربائية غالبا ستجدهم يعملون في محطات الكهرباء أو كل ما له علاقة بأنظمة القوى الكهربائية، ستجدهم في محطات إنتاج الكهرباء، ستجدهم في محطات التحويل والنقل، ثم ستجدهم في توزيع أو في محطات توزيع الكهرباء للمستهلكين أو الزبائن. بعد ذلك التخصص الآخر الذي لا يقل أهمية عن تخصص الباور، اللي هو تخصص الماشينز أو الآلات الكهربائية، وهو التخصص الذي يتعمق في الأجهزة الكهربائية الدوارة والساكنة، فيتعامل مع المحركات، مع المولدات، ومع المحولات، ومع الأجهزة الأخرى المساندة لها والداعمة في تحكمها لهذه الأجهزة. أيضا من التخصصات المهمة جدا في هذا المجال، والذي يعتبر داعم للتخصصين السابقين، اللي هو الإلكترونيات. ففي الغالب دارس الهندسة الكهربائية في تخصصي القوى والآلات لا يستغني عن دراسة بعض المقررات في تخصص الإلكترونيات، فمهندس الإلكترونيات يتعامل مع جهود أقل وكميات كهربائية أقل من التخصصين السابقين، ولكن هو يبرز الحاجة إليه في تطبيقات الهندسة الكهربائية الكثيرة. يأتي بعد ذلك اللي هو تخصص هندسة الاتصالات أو الكوميونيكيشن. هندسة الاتصالات جميعنا يعرف التقنيات الكبيرة اللي حصلت والتطور الكبير في تقنية الاتصالات الذي ظهر، لولا الله ثم وجود مهندسين في هذا التخصص لما تطورت هذه التقنيات. وطبعا مهندسي الاتصالات ستجدهم أنهم معظمهم يتعاملوا مع الشبكات اللي لها علاقة بالاتصال. أيضا يعتبر الكمبيوتر انجينيرينج اللي هو من أقسام الهندسة الكهربائية، وإن كان هناك بعض الجامعات بدأت الآن تجعل من قسم الهندسة الكهربائية قسم هندسة الحاسب ككلية مستقلة، ولكنه في الأخير هو أصلا أحد أقسام الهندسة الكهربائية. عندنا هندسة التحكم الآلي، وهذا مهم جدا ونحتاج في جميع التخصصات التي ذكرتها. أجهزة القياسات، وهي الاسترومنتيشن، وهي الأجهزة التخصص اللي يتعامل مع الأجهزة الكهربائية التي تقيس الكميات الكهربائية التي تواجه المهندس الكهربائي، بغض النظر في أي مجال كان من المجالات اللي ذكرناها. أيضا هناك الميديكال انجينيرينج، وهذا تخصص لا نقول إنه حديث، ولكنه قد يكون حديث في الشرق الأوسط، وقد يكون هو يجمع بين تخصصين عملاقين اللي هو الهندسة الكهربائية والطب أو العلوم الصحية، فهو يتعامل مع الأجهزة التي قد تجدها في المنشآت الصحية، وكثير من التخصصات التي لا يسع الوقت أننا نذكرها الآن، ولكن هذه أمثلة لأهم التخصصات في هذه المملكة، مملكة الكهرباء.